مرحبا بكم أصدقائي في قناتكم متعة المعرفة. اليوم سنقدم مجموعة من الألغاز المسلية لاختبار سرعة بديهتكم. لا تنسى أن تخبرنا في التعليقات على عدد إجاباتكم الصحيحة ومن أي بلد أنت. اللغز الأول، خمن اسم الشخص. الجواب أمجد. اللغز الثاني، خمن اسم الشخص. الجواب ليلى. اللغز الثالث، خمن اسم الشخص. الجواب سلمان. اللغز الرابع، خمن اسم الشخص. الجواب ياسمين. اللغز الخامس، خمن اسم الشخص. الجواب ماهر. اللغز السادس، خمن اسم الشخص. الجواب ساجد. اللغز السابع، خمن اسم الشخص. الجواب سامح. اللغز الثامن، خمن اسم الشخص. الجواب أمير. اللغز التاسع، خمن اسم الشخص. الجواب دارين. اللغز العاشر، خمن اسم الشخص. الجواب ساهر. اللغز الحادي عشر، خمن اسم الشخص. الجواب نادية. اللغز الثاني عشر، خمن اسم الشخص. الجواب سكينة. اللغز الثالث عشر، خمن اسم الشخص. الجواب يزيد. اللغز الرابع عشر، خمن اسم الشخص. الجواب لبنى. اللغز الخامس عشر، خمن اسم الشخص. الجواب صفوان. اللغز السادس عشر، خمن اسم الشخص. الجواب نريمان. اللغز السابع عشر، خمن اسم الشخص. الجواب رمزي. اللغز الثامن عشر، خمن اسم الشخص. الجواب خليل. اللغز التاسع عشر، خمن اسم الشخص. الجواب حسناء. اللغز العشرين، خمن اسم الشخص. الجواب رشيد. لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.